تعامدت الشمس صباح اليوم على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وشهد معبد أبو سمبل على مدى اليومين الماضيين وصول أكثر من 2000 سائح من مختلف الجنسيات بجانب عدد من الوزراء والشخصيات العامة لمشاهدة تلك الظاهرة الفلكية. ظاهرة تعامد الشمس زي ما حضرتك عارف هي ظاهرة فلكية بتحصل مرتين في السنة، يوم 22 أكتوبر و22 فبراير من كل سنة. بتصل أشعة الشمس إلى قدس الأقداس لتضيء أوجه تمثال الملك رمسيس الثاني والمعبود أمون رع والمعبود رع حرأختي، بينما تقرب الشمس من وجه المعبود بتاع. الظاهرة دي تم رصدها لأول مرة سنة